السلام عليكم وبدايه فلوج جديد ضرب نار. النهارده يعتبر اخر فيديو لينا بنعمله هنا في مرسى مطروح قبل ما نمشي. طبعا اسف على الازعاج اللي ورا ده لان في ناس بيشتغلوا على الشط عشان خاطر بيعملوا بحر للقريه اللي احنا قاعدين فيها. طبعا معايا في الفيديو النهارده سيلفي الكلبه العسليه دي قاعده في مرسى مطروح. الكلبه دي يا جدعان بتعيش عيشه احلى من عيش. ومعانا هنا دودو. السلام عليكم ازيك؟ بس جديد ضرب نار. النهارده هنعمل لا انت بتحب انا بحب المقالب جدا. ايوه جدا جدا. احلى مقلب هعمله. علي صوتك علي صوتك عشان صوتك جرار. علي صوتك. النهارده هنعمل احلى مقلب في بودي ولع. هو عايز يوصل رساله ان هو بيحب المقالب اللي بتتعمل في بودي ولع مش نعملها في بودي ولع. كمل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. ايوه ولايك. ايوه ادفعوا الجرس. ادفعوا الجرس يا جدعان ما حدش ينسى يدفع الجرس. احنا النهارده انا هروح الشاليه بتاعنا. ايوه وهو هيستناني بره في الشاليه. ايوه لحد ما البس المايوه. ايوه حبيبي حبيبي. احنا بقى هنعمل ايوه هنعمل تحدي. ايوه ماشي. ودلوقتي معانا كمان بعد دودو سيمو. شوركية ضرب نار. علي صوتك. المهم يا جدعان دول اهم اتنين قابلتهم هنا في القريه من ساعه ما جينا واعسل اتنين في القريه. ودول الاتنين العسليات اللي وراهم على طول رامبو وسيلفي. بصوا الكلبين دول اول ما بيشيلهم بيشخروا على طول معرفش ليه. بس اقرب كده اسمع صوته بيمسح الشوارجيه. احنا دلوقتي وانا مش عارف احنا نعمل ايه بالظبط بس هو يعني كنا بنبتدي الفيديو عشان خاطر نطلعهم معانا في الفيديو. ودلوقتي هنروح بقى نشوف المفروض ان احنا هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده بس احنا لسه صاحيين حالا. بص يا جماعه المفروض دلوقتي ان احنا كنا رجعنا الشاليه عشان خاطر نشوف اليوم بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بصيت لقيت كله نايم محدش لسه صحي. بص يا جدعان المفروض ان كلهم نايمين جوه بس احمد هو الوحيد اللي نايم على زي سرير كده منفوخ بالهواء لان احنا كلنا سبعه ومفيش غير سرير وكنبه. ثلاثه بيناموا على سرير وثلاثه بيناموا على كنبه واحد بيتبقى كل يوم مننا بينام على بتاع الهواء ده اللي هو السرير الهوائي ده بتاع ناصر. نحب نشكر ناصر طبعا على سرير الهواء اللي من غيره طبعا كان زمان في واحد مننا بينام على الارض. لا ولا طبعا كنت لا طبعا كنا بنبدل زي ما بنبدل كده بالظبط. بحق الله وعلى نعمه امبارح نمت على الارض. وعلى نعمه يا جدعان عليا النعمه نمت في البلكونه امبارح. البلكونه وفي الارض كمان. دلوقتي بقى يا جدعان المفروض ان احنا نخش يعني هحاول ان انا اصحي كله من غير ما احنا هو اللي يصحى ونشيله بالسرير الهوا ده ونرميه بالبيتي. اصحى 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 Thank you.
ايه ده يا حبيبي؟ ايه اللي جابك هنا؟ الميه النهارده ولا يا اسطى؟ احمى شعور يا حبيبي. تعرف الميه ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا اسطى احنا جينا هناك نايم في الميه. لا لا في الحرام نصي الحق التليفون لسه كان في جيبي تليفون اهو ما بهزرش تعال بنت ولد يا اسطى التليفون اهو الحقه سفر يا جدعان فيها يا جدعان اما انا جاي عشان جيت سكي البحر مبلبط بتاع انما ايه يا عم الشغل ده يا عم يا عم استباحت تكيك غار عليكم على وشك وعلى وشكم كلكم يا عم امشي يا عم يلا القمر القمر يابا يابا في قمر يابا طب بس اقول لك ابو الخضور الله عليك يا شو دوري يا اخي ما عرفتش تجيب ايه يا عم يا عم غوري يا عم بقى خد بس انا تحت يا عم امشوا بقى يا عم خلاص يا عم انا بمشي خلاص يا معلم عايز اشوف عايز حاجه افضل انت عايز يا عم شوف يا عم انت يا عم شوف يا عم انت يا عم شوف يا عم بس قبل ما نروح نجيب ما نروح الشاليه نجيب العوامة الله جامد جامد يسطا يسطا تنام عليها اصلا تنام عليها ايه؟ تنام عليها اخدك صورة كده فوتوغرافها تعمل السرير الجامد ده بتاعي دلوقتي بقى هنرجع على الشاليه 6 and a half hours later طبعا يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا كنا نرجع على الشاليه بس طبعا في لخبطه حصلت لان ازاي فيديو هيكل توينز نزل قبل الفيديو ده وبعد كده نزل فيديو في بورتو مطروح فاكيد طبعا في لخبطه حصلت وانتم فاكرين دلوقتي ان في ازاي فيديو ينزل بعد فيديو او فيديو قبل فيديو لان الفيديو ده كان متصور وكان بيتمنتج فتاخر شويه في المونتاج على ما رحنا نجيب سيمبا فعشان كده ده نزل بعد ده دلوقتي بقى المفروض ايه اللي جابنا من مرسى مطروح على ملا وشنا لان الفيديو ده متاخر عن نزوله طبعا لان الكلب اللي هو زير المفروض ان هو تعبان طبعا دلوقتي عسكر هيشخص لنا الحاله بتاعته لان الكلب تعبان جدا جدا بصوا يا جدعان دلوقتي زير هو اللي مرجعنا من مطروح مخصوص عشان تعبان موت بصوا منين ودانه ازاي زير كمل يا استاذ عسكر دكتور عسكر زير تعبان موت موت فاحنا بنديله مقويات عشان يبقى قوي طبعا الدكتور عسكر هو اللي مسؤول عن حاله الكلب فزي ما انتم شايفين ماسك الادويه بتاعته عشان خاطر ده هو الدواء شربه مش عارف زير تعبان موت موت اه والله طب يلا يا استاذ دكتور عسكر ممكن تديله الدواء عشان خاطر يخف ويبقى قوي جدا 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 يلا بينا يلا زير يلا عشان تاخد الدواء كوكو بص يا جدعان شكله امور ازاي وكيوت ازاي وهو تعبان دي خطوات ازاي تدوا لاي كلب دواء استنى تروح فاتح بقه كده طبعا دي طبعا حاجه معلش هو بيشربه طب ما مصورتش المره دي طب اعمله مره ثانيه طبعا يا جدعان المره دي ما كانتش واضحه هنعمل هو بيعمل ايه تفوش لا بيتفوش يا عم ده كلب محترم انا كنت اقول لك امسكه ثلاثه حلوه فين واحده كامله واحده كامله واحده سنتي بقه الحلو فين جدع جدع عسير عسير ولد شطور جود بوي يقول بابي ايه؟ حاضر دكتورة زيرو دكتورة زيرو بسخه كده لازم نحميه دكتور عسكر مش عارف ينشفه ايوه يا شطور زيرو يلا اديله بقه بس كده بس شفا بصوا يا جدعان كده المفروض ان زير خد الدواء بس طبعا مش هيكتفي بالدواء بس لان احنا رحنا عند دكتوره قالت ان هو المفروض هياخد حقنه فاحنا دلوقتي كمان دلوقتي يا جدعان المفروض دلوقتي اللي هننزل ندي لزير حقنه دي بقى مش هينفع نديها له نديت له حقنه توته فزير ياخد حقنه في التوته بس طبعا العسكر مش بيشوف اي توته لازم توتات بني ادمين بس دلوقتي لازم نديله الحقنه يا ريت يا جدعان كلنا ندعي لزير بالسلامه عشان خاطر احنا لسه راجعين من عند الدكتور ولسه واخد الحقنه فيا ريت كله يدعي له بالسلامه ان هو يخف بسرعه وجبنا له بسكوت ويدعي له بالشفا هو بالسلامه هي بالشفا لا بالشفا طبعا يا جدعان جبنا له بسكوت للكلاب مكافاه عشان خاطر خد الحقنه من غير ما يقول لا بص احنا ممكن نفتح البتاع ده وممكن نعمل تيست لان احنا نفسنا نعرف طعمها عامل ازاي
مش عايزين نعرف طعمها عامل ازاي. كده دي نهايه الفيديو النهارده، نشوفكم الفلوج الجاي.